ألتقي بحضراتكم مباشرة اليوم من مدينة دبي، واحدة من أجمل مدن العالم واللي بتحتضن مباراة اليوم. تبدأ المواجهة. نعود مجددا الى المباراة. محاولة لإدراك هدف التعادل. تصدي رائع. هاي ثانية على صافرة نهاية الشوط الأول. تركيز كبير في بناء الهجمة. فيها خطأ. كادت أن تدخل المرمى. بعد في 30 ثانية إلى نهاية الشوط وفي المرمى. جول. عودة للمباراة مع ركلة البداية. فرصة هدف. لعبها في الطائر. راح نكمل معكم المباراة مع انطلاقة الشوط الثاني.
نعود مجددا الى المباراه. تبادل الكره تحت الثغره. عودة إلى مجريات اللقاء. لا تمر من الحارس. فرصة واحدة على الأرض. يتألق ويحافظ على خطوط فريقه في العودة. إخلاص ممتاز للكرة. تنطلق المباراة من جديد. تركيز في نقل الكرة. تساقط رائع. دفاع رائع. نعود مع ركلة البداية. بناء جيد للهجمة. هذه فرصة. النتيجة الحالية 6-2. فرصة خطيرة. جول جول جول. إذن عودة إلى مجريات اللقاء. باقي 60 ثانية. نستكمل مجريات هذه المباراة. يلعبون بدون تسرع. باقي 30 ثانية. Yeah.